ومن الروائي بهاء طاهر إلى كاتب آخر مهم ولأعمال أدبية مهمة جدا، وهو الكاتب الأستاذ عبد الرحيم كمال. طبعا تاريخ طويل في الكتابة، واللي احتفل من أيام بتوقيع روايته الجديدة أبناء حورة، وكان بجانب حفل التوقيع ندوة الحقيقة عن الرواية وأدار الندوة النقد الصحفي الأستاذ سيد محمود والكاتب الأستاذ خالد الخميسي. كاميرا يحكى أنها كانت موجودة في حفل التوقيع، وكانت بتشارك الكاتب الأستاذ عبد الرحيم كمال فرحته ونجاحه بروايته الجديدة أبناء حورة. تعالوا نشوف مع بعض التقرير وحفل توقيع الكتاب والندوة للكاتب الأستاذ عبد الرحيم كمال، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. أبناء حورة رواية أعتبرها من الأدب العجائبي، قعدت أكتب فيها حوالي سنة كتابة وأربع شهور مراجعة. رواية خيالية بتمزج ما بين الماضي والحاضر والمستقبل في نفس الوقت. حورة هي البطلة، الرواية فيها خيال وفيها طيور على بني أدمين، على خيال كتير كده، فيها ألف ليلة وليلة، فيها أشياء عجائبية كتير. أنا فرحان بيها وفرحان بصدورها، وفرحان أن أنا قدرت أقدم رواية تنتمي للأدب العربي بالأساس، مش رواية متكئة على مصادر ما تخصناش يعني، أو غريبة أو غربية. بتكتب الأدب بإخلاص شديد إنه يبقى أدب، بعد كده حد غيرك بقى يبقى متحمس فرحان عايز يعمله في شكل تاني من الأشكال الفنية ماشي، لكن شرط الكتابة الأدبية والإخلاص الكتابة الأدبية نوع. رواية لأي شخص هيقرأ رواية هستمتع جدا على الأقل بال فكرة الحكايات اللي من حكايات المتوالدة، حكاية بتسلم لحكاية، حكاية بتسلم لحكاية. وبرغم الخيال اللي في الرواية دي، بيقولوا في خيال روائي عاقل وخيال مجنون جوه الكتابة، لكن هي الحقيقة ذكائها انها بتحاول تجاوب على الأسئلة اللي خلقتها الكورونا وعلى ما بعد الكورونا. فهي برغم انها رواية عن المستقبل، الا انها مش بعيدة ابدا عن تفاصيل الحياة اليومية. هو متنوع جدا وما شاء الله يعني عنده عمق في أفكاره، بس أهم ما يميز بالنسبة لي أنا كل ده يعني بحس إن كل حاجة بيعملها هي حقيقية، يعني بحسه في الكوميدي حقيقي مش مزيف. بحس لما بيتكلم أو بيبقى حاجة عن الصوفية والحاجات دي، بحس أنا يعني بعيش في كل حاجة بصدقها. دي ميزة عند عبد الرحيم طبعا، إن هو أعماله هتفضل موجودة في قلوب الناس، وعنده خصوصية ما هوش بحد، دي حاجة محترمة ومهمة. يعني ساعة ما تشوف الصعيدي تقول هو هيبقى متخصص في الصعيدي، الراجل ده بتاع الصعيد. تشوف حاجة مودرن فتقول الله ازاي الراجل اللي عمل مثلا الرحايا عارف يعمل. يعني دي حاجة كمان حلوة جدا، حكاية التنوع يعني.